بس السمك اهو هو مكان نظيف جدا وفاضي. واحنا في مدينه ساحليه طبعا هي مدينه بورسعيد, فطبعا هي بتشهر بالسمك وعشان كده عملوا سوق السمك. سوق السمك طبعا في جميع انواع الاسماك, احنا نيجي وانا احب اني اجي لان هو مكان فخم جدا. المسلة تعتبر من أهم المعالم في بورسعيد, تعتبر في نص بورسعيد في شارع 23 يوليو. هي تعتبر حديقة عامة فيها تماثيل, فيها طبعا أكبر تمثال فيهم وهو المسلة. ممكن تيجي أنت والشباب تفطروا فيها أو أنت وعيلتك تفطروا فيها. هي طبعا مكان حلو قوي للتصوير, بس طبعا الصبح يعني, وطبعا بيبقى فيه الحمام موجود هناك ممكن تأكله, بيبقى حمام كتير ممكن تأكله وتستمتع بالمنظر. مسلة الشهداء, مسلة الشهداء هي اتعملت نسبة لشهداء بورسعيد في أشهر ميادين بورسعيد, وهي أصلا يعتبر اسمها المسلة. هي مكان ببلاش عشان تدخل في متحف لحظة, كل ده تذكرة ب20 جنيه تقريبا, فيها خمس تماثيل أشهر واحد فيهم من ناحية التانية بتاع عبد المنعم رياض. النهارده يا جماعه احنا في حته جنب الكورنيش, حته كبيره اسمها ساحه مصر, وعايزين نوريكم التمثال الجديد اللي اتعمل. وده ده بقاله 9 شهور بيتعمل وصال بقاله 4 شهور. ده عامل زي القرعه عامله كورس الشمس وبيعبر عن الكمايه والامان. يلا بينا ناخد جوله على كورنيش سعيد. دلوقتي احنا على كورنيش سعيد بنطلع على الارض الشمس. في ظاهرة غير طبيعية بتحصل في بورسعيد بس غير باقي المحافظات. دلوقتي أي من الحبيبين بييجوا يشتروا قف ويأكلوه ويحطوا عليهم أول اسم من كل حرف فيه, ويجيبوا المفتاح ويرموه في الماء. دلوقتي تعالوا نتمشى حبة لغاية قاعدة الديسيبس. دلوقتي ظهري قاعدة الديسيبس وأعرف معلم بورسعيد وبني سنة 1899, وكل السياح بيجوا من كل حتة عشان يشوفوا. يا جماعة احنا دلوقتي عند ألفا بيرتو, ده كافي ومطعم في نفس الوقت. ده مطعم إيطالي, كل الممثلين اللي جنبه سعيد جم قعدوا فيه. احنا دلوقتي ده المكان من جوه, والمنيو طبعا في حاجات كتير حلوة, في بيتزا والمين ديشز عندهم حلوة جدا, وده غير الأسعار يعني مفيش حاجات كتير غالية خالص. وكمان بيبقى المكان مليان كتير يعني كل يوم تقريبا, وبس الممثلين كمان بيحبوا يجي هنا على طول. ازيك يا ابو فريده؟ ازيك انت عامل ايه؟ تمام لك يا فريده. ازاي بقى ابتديت المشروع ابو فريده؟ من 5 سنين كده فكرت فيه وقلت هفتح حاجه تدفي الناس في الشتاء, والحمد لله ربنا كريم يعني الناس عرفتني وبدات تجيب الحاجات من عندي. واجهت الصعوبات يعني في الفلوس وكده؟ حاجات بسيطه يعني الحمد لله, كانت بامكانيات بسيطه وهي قعدت تزيد لوحدها الحمد لله. تظهرنا كده حاجه من عندك يا ابو فريده. بتعمل ايه بقى يا ابو فريده بقى هنا؟ بتعمل ايه بقى في العربيه؟ حمص الشام وبليله وذره مسلوق وبكلاويز. انت بقى بتحتاج مثلا حاجات مكونات عاديه يعني حاجات بسيطه ولا بتجيب حاجات معينه؟ كل حاجه ولها التزاماتها ولها بضاعتها الخاصه بها. شكرا ابو فريد حبيبي. طحان
يا جماعة صراحة أبو فريدة جامد. أنا كنت رخيص وأنا خلصت وطحان خلص وبتاع انبسطت. وطبق تاني ده بعد البليلة. وأنا كمان خلت بليلة. شكرا. هي دي العصاير اللي موجودة. السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده في جنينة فريال. جنينة فريال هي جنينة عريقة اتبنت عام 1869، والجنينة دي كانت متسمية على اسم اكبر بنات ملك فاروق اللي هي فريال. والجنينة كمان حاجة حلوة قوي فيها هي مساحتها ما يقارب 21,000 متر. تنص جنينة فريال على مجرى قناة السويس من المنطقة الشمالية، كما لديها منصتين مساحات خضراء، وهناك ايضا في وقت الافتتاح قدميت 3 منصات، فالمنصه الخضراء بنيت الملوك، والمنصتين الاخرتين قدميت لرجل الدين الاسلامي ورجال الدين المسيحي. كما حضرت الافتتاح عديد من الرجال المهمين مثل فرناند دي سوكس امبراطوره فرنسا وسيدي اسماعيل واوجيني. النادي المصري الاجتماعي بدأ الشغل عليه في 2016 وخلص 2017، هو يعتبر فرع للنادي المصري الاساسي. الفريق الاول بيجي المره هنا، النادي هو الفرع هنا وعلى يمين الدنيا في سوبر ماركتات ومحلات، وبعد كده في 4 ملاعب كبيره صناعي، وبعد الاربع ملاعب دول في الملعب ال 11 وده اللي بيتمرن فيه الفريق الاول وبعد كده عرض التشكيل. دلوقتي احنا سايبين بورسعيد اللي هي قريه افريقيا، دلوقتي راح نروح فؤاد اللي هي قريه اسيا. مبدئيا اول ما بتنزلوا من المعديه وتعدوا بتلاقوا قدامكم على طول الجامع الكبير بتاع ابو فؤاد. هو جامع اثري من زمان جدا، وبعديها مرورا هتلاقوا ميدان الملك فؤاد وفي نص تمثاله. بعديها بنخش على شارع الجزائر، ومن شارع الجزائر بنلاقي فيلا الهيئه المعموله على الطراز الفرنسي ايام ما كانت هيئه قناه السويس تحت اشراف فرناند دي لسيبس. هو مكان من اهم الاماكن السياحيه في القاهره بورسعيد، والناس بتجي علشان السمك الحلو وبتتفرج على حاجه عالية مع العيال على البحر. ممكن تتبسط في الصيف او في الشتاء انك تقعد على اي كافيه من الكافيهات تشرب او تاكل حاجه، وطبعا في الصيف انت ممكن تتبسط بانك تنزل البحر وتستمتع بجماله. بورسعيد، بورسعيد دي تعتبر من اهم المدن السياحيه اللي ممكن اي حد يجي يزورها ويتبسط فيها، وهي ليها مميزات كتير قوي. السلام عليكم، المكان ده اسمه الدريسبس بي، بس احنا الناس البورسعيد بنسميها الجراش. المكان ده مشهور قوي، بيبقى فيه ناس كتار قوي من معظم الاماكن التانية اللي بيبقى فيها جميع الاطعام. والجراش ده
عبارة عن محلات بتبيع أكلات سريعة ومحلات بتبيع آيس كريم ومشروبات، وفي مطاعم وكافيهات هناك الناس بتروحها عشان تاكل وكده. وهو موقعه الصراحة متميز عشان هو قريب من كورنيش بورسعيد، وده اللي بيخلي الناس تيجي، وبالذات ناس من بره بورسعيد بيجوا هنا عشان يتبسطوا هناك. السلام عليكم، ازيكم؟ احنا النهارده قدام البيت الايطالي اللي كان معمول في عصر موسوليني، وكان معمول ليه؟ علشان كان فيه عدد كبير من السكان الايطاليين في بورسعيد، حوالي ما يقارب 30,000 ايطالي. والنهارده هنخش وهنشوفه. معانا بقى زميلي زياد هيكلم معاكم عن المبنى بطريقه اوضح. ومش بس كمان عشان كان فيه 30,000 ايطالي في بورسعيد، لكن كمان عشان كان موسوليني عايز يمتد نفوذه في المنطقه بتاعت الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وكانت بورسعيد احسن حته، لان زي ما قال مروان كان فيه اكتر من 30,000 واحد ثقافيا، وغير كده كان عايز يمتد نفوذ الدبلوماسيه داخل مصر كنوع من زي الصلح وكده. مثلا في ظل الحرب العالميه الثانيه كان الملك فاروق كان منحاز لألمانيا بسبب احتلال إنجلترا ليه، وكان بمناسبة إن موسوليني كان من حلفاء ألمانيا وكانوا ضد إنجلترا، كان من الواضح إن أسباب التنسيق فعلا يخلوهم يحطوا مبنى زي ده.